لتمديد التعبئة العامة ستة أشهر حتى نهاية أيلول وأصدار قراراته متابعة لمواجهة كورونا التأم المجلس الأعلى للدفاع في بعبدة وعلى أهميته لم يكن ملف كورونا وحيدا بل فاقه أهمية ربما ملف تشكيل الحكومة من باب الظروف الاستثنائيه التي يعيشها لبنان صحيا ماليا اجتماعيا ومعيشيا، دخل رئيس حكومه تصريف الاعمال الرافض اولا لتفعيل عمل حكومته والمطالب ثانيا بتفسير دستوري لتصريف الاعمال بالمعنى الضيق ليشدد على ضروره تشكيل حكومه تتصدى لكل الظروف الاستثنائيه من خلال استئناف ورشه الاصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. من دون ذلك يعني اننا سنستمر بالدوران في حلقه مفرغه. ويعني ايضا ان كل الاجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الظروف الاستثنائيه هي بمثابه مسكنات للوجع لكنها لا تعالج اسباب هذا الوجع في كل يوم نرى معاناه اللبنانيين للحصول على السلع المدعومه بينما العلاج يكون ببطاقه تمويليه تؤمن للعائلات دعما مباشرا يلغي الدعم الذي يصل الى الناس بالقطاره بسبب جشع بعض التجار وغياب الضمير الانساني وانعدام المسؤوليه الوطنيه عند اولئك الذين يتاجرون بلقمه عيش اللبنانيين. يسال دياب عما اذا كان الصوم عن اجراءات تقمع المتلاعبين بسعر الدولار والمواد الغذائيه سيبقى مستمرا بعد الارتفاع الجنوني في الاسعار في زمن الصوم مطالبا بالحزم بهذا الموضوع وداعيا الاجهزه الامنيه ومراقبي وزاره الاقتصاد والقضاء الى الضرب بيد من حديد لقمع المتلاعبين. تداعيات انفجار مرفأ بيروت حضرت ايضا وفي هذا الاطار تم تكليف وزير المال اعداد المرسوم اللازم لتخصيص مبلغ 50 مليار ليره نزولا عند طلب الرئيس عون من الاعتماد الاستثنائي لرئاسه الجمهوريه لتعويض المتضررين. تناول الرئيس عون موضوع تداعيات انفجار مرفأ بيروت والمبالغ الواجب تامينها للمتضررين لاستكمال كلفه الترميم والتصليح. لافتا الى تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئاسه الجمهوريه للعام 2021. اي 50 مليار ليره اضافيه لتوزيعها على المتضررين. وبذلك يصبح مجموع التعويضات حتى تاريخه 200 مليار ليره. علما انه تم صرف 100 مليار ليره من الاعتماد المخصص لرئيس الجمهوريه في موازنه 2020. إضافة إلى مبلغ 50 مليار ليره من احتياطي موازنه 2021 وزعت وفقا للاصول بالعوده الى ملف كورونا تمديد فتره التعبئه العامه سته اشهر اضافيه حتى نهايه ايلول فيما قرار الاقفال خلال ايام عطل الاعياد تعلنه اللجنه الوزاريه وفيما يتعلق باللقاحات فتشير معلومات الاو تي في الى ان المجلس الاعلى للدفاع اطلع على رفع العقد مع شركه فايزر وبالتالي اضافه مليون و250 الف دولار على العقد الاول الذي بلغت قيمته مليون دولار في وقت يبلغ العقد مع شركه استرازينيكا مليوني دولار وسط توقع بان يحصل لبنان على ما يقارب مليوني لقاح حتى حزيران المقبل.